صباح الخير. صباح الخير ست جميل. ما حدش اتكلم يا عم كامل؟ لسه. طب هات لي الشاي. هي دي بصة النهاردة؟ ايوه. توكيل كولومبس للسياحة. ايوه يا فندم. ايوه درية، انا خلصت المأمورية هنا في اسكندرية وكل شيء تمام. ايوه. ايه اخبارك يا درية؟ حد اتكلم؟ طيب بقول ايه، الظاهر نسيت مفاتيح المكتب، ابقى شوفيهم وخليهم معاك لحد ما ارجع. انا جاي على طول، مسافة السكة. قبل كده؟ لا ابدا يا ست الزهرية، حصل حاجة؟ مصيبة، الخزنة اتسرقت. يا خبر يا عظيم، ما تقولش حاجة، اخسى عليك، برضه هتسيبني. معلش يا روحي، يا دوبك كده، المفروض دلوقتي ميعاد وصول الديزل. افرض انه تعطل شوية. لاحظي ان سفرات اسكندرية كترت اليومين دولت علشان خاطر عيونك. نفسي افتح عين واغمض عين الاقيك جنبي على طول. الصبر طيب. والصبر له حدود. علشان خاطري. انا استحملت كتير، كفايه اني عايشه معاك في الظل. لاحظي ان انا ليا ظروف. انا كمان ليا ظروف، لكن لك قلب كبير بيقدر ويسامح. هو ده اللي مقسيك عليا؟ هو ده اللي رابطني بيك يا سوزي. ما انت عارفه العذاب اللي عايشه في الشغل وفي البيت. اهو كلامك ده بيخليني اضحي عشان ده. مكتب مين؟ الاستاذ نجيب حمدي صاحب الشركه. امتى اكتشفت السر؟ اول ما كلمت حضرتك بالتليفون. وازاي اكتشفت السر؟ اول ما جيت المكتب اتصل الاستاذ نجيب من اسكندريه، طلب مني ادور له على المفاتيح، قال لي انه نسيها في المكتب. جيت ادور على المفاتيح لقيت الخزنه مفتوحه. حد لمس حاجه في الاوضه؟ لا يا فندم. واضح ان الخزنه ما هياش مكسوره. عندك فكرة كان فيها ايه؟ 5000 جنيه على الاقل. الاستاذ نجيب يجي امتى؟ الحقيقة هو قال انه جاي على طول. هو سافر امتى؟ امبارح بعد الظهر. عرفت منين ان الخزنة كان فيها 5000 جنيه؟ الاستاذ نجيب اداني الشيك وانا صرفت المبلغ بنفسي من البنك امبارح، اديتهم له وحطهم بنفسه قدامي في الخزنة. قبل ما يسافر؟ ايوه يا فندم. باب الشقة مفتوح عادي بمفتاح. زي باب الخزنة. حد معاه مفتاح للخزنة غير الأستاذ نجيب؟ لا. وباب الشقة؟ باب الشقة له 3 مفاتيح، واحد معايا والتاني مع مكمل الفراش والتالت مع صاحب الشركة. بالظبط يا فندم. إذا كان المفتاح الوحيد للخزنة معاه والخزنة مفتوحة بطريقة طبيعية، تقدري تفسري لي ازاي الخزنه انفتحت؟ شيء طبيعي ان اللي سرق المفاتيح هو اللي سرق المبلغ. معك يا حق. اهلا يا انور. اهلا يا حسن. الحقيقه دي قضيتكم انتم، زي ما انتم شايفين باب الشقه مفتوح والخزنه مفتوحه والاثنين ما فيهمش اي اثار للعنف. نفحص اثار البصمات الاول. ازاي ما يريحوا؟ باب الشقة بره الموضوع، حتى لو كان في آثار بصمات هتكون اتطمست من كتر الإيدين اللي استعملته. أنسة درية، أنت متأكدة إن الأستاذ نجيب ما خدش الفلوس من الخزنة بعد ما حطها؟ يا فندم أنا اديته فلوس بنفسي وحطها في الخزنة قدام عينيا وخرج بعديها ب5 دقايق. مش شايفة إن المدة دي كفاية لإنه يفتح الخزنة وياخد الفلوس منها؟ ما كانش فيه داعي، لانه لو كان ناوي ياخد الفلوس من الاول ما كانش حاطهم في الخزنه. طب مش جايز انه رجع تاني بعد ما خرج وخد المبلغ وبعدين سافر؟ يا فندم ده حاجز في ديتي للساعه 2 قدامي بالتليفون، وانا خرجت من المكتب الساعه 3. انا سدرية، استحملينا شويه، احنا هدفنا نوصل للحقيقه والحقيقه تحتاج لبعض التفصيلات الصغيره. مفهوم يا فندم.
انت بصفتك سكرتيرة الاستاذ نجيب تعرفي مين اللي قابلهم امبارح في المكتب؟ طبعا يا فندم. اقول لي سيادة من غير ما تقولي الاسماء، تفتكري مين اللي يمكن يكون لطش المفاتيح ورجع ارتكب جريمة السرقة؟ الحقيقة يا فندم ما اقدرش اعرف. أنسة درية أنا متشكر جدا لمعلوماتك. علاء تعال معايا المكتب وهات عم كامل. خليك أنت هنا يا رؤوف. أول ما توصلوا النتيجة ابقى اديني خبر. وإذا جه الأستاذ نجيب ابقى ابعتولي. حاضر يا فندم. ألو؟ أيوة يا درية. أنا محاسب. ممكن توصليني بنجيب؟ أصل المباشر بتاعه ما بيردش. هو لسه ما جاش. لكن على وصول يا فندم. من فضلك اول ما يوصل عند حضرتك خليه يكلمني ضروري، اصل الخزنه سرقت. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. يا ترى المحروس رجع ولا لسه؟ لسه ما رجعش. من امبارح انا خلاص الولد ده انا استعوضت ربنا فيه. بعد الشر يا نجيب، ده بقاله يوم بليله بره البيت، يا ترى بياكل ازاي ولا بينام فين؟ ده ليه عند حد من اصحابه الفزدانين اللي زيه؟ انا اتصلت بيهم كلهم محدش منهم شافه. انا كل خوفي لا يكون عمل في نفسه حاجه، ده انا كنت اموت نفسي. بلاش كلام فارغ، ده ولد ما عندوش دم. قص عليك يا نجيب، مهما كان ده ابننا. اطمني يا ستي، ابنك هيرجع لك، ده زي القطط بسبع ارواح. المهم حد اتكلم؟ ايوه من حق درية اتكلمت وقالت ان الخزنة اتسرقت. ايه محاسب، افتكر كويس، مفاتيح المكتب ما نسيتهاش هنا امبارح؟ لا. انت متأكدة يا محاسب؟ لو كانوا موجودين كنت لقيتهم، دي فيسة قلبت البيت امبارح. طيب ما شفتهمش مع بهجت؟ بهجت؟ انت عايز تقول ايه؟ لا 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 مفيش حاجة. اللي ارتكب جريمة السرقة ليه يا عم كامل؟ مش غريب على المكتب. حمد الله بيني وبين المال الحرام، ده انا عمري ما دخلت اسم بوليس. هو انا لا سمح الله قلت حاجة، انا قصدي استفيد من معلوماتك. يعني ضروري طبعا تكون عرفت حاجة. حد من اللي بيترددوا على مكتب الاستاذ نجيب؟ زباين مثلا، قرايب، اصحاب. والله انا ماليش دخل في الحاجات دي، انا حيطلع حتة فراش. هات قهوة يا عم كامل. حاضر. دخل كدوز يا عم كامل. حاضر. انت جيت المكتب الساعة كام؟ الساعة 7 بالظبط. باب المكتب كان مقفول؟ ايوه انا اللي فاتحه بايدي. امبارح روحت الساعة كام؟ مش فاكر، انما لما الست درية خرجت خرجت وراها على طول. يعني انت اللي قفلت باب المكتب؟ ايوه. قفلته بالكالون ولا نسيت؟ قفلته بالكالون لاخو. حاول تفتكر يا عم كامل. النهاردة الصبح لما جيت تفتح باب الشقة لقيت الباب مقفول بالكالون زي امبارح؟ لا، الكالون ما كانش مقفول، الباب انفتح من اول لفة بالمفتاح. طيب يا عم كامل متشكر. ايه اللي حصل يا زبري؟ جيت ادور على المفاتيح لقيت الخزنة مفتوح. ولقيت المفاتيح؟ لا. طيب اسمع يا دري، اذا سألوكي بقول ان انا قلت لهم على كل اللي حصل. حضرتك الاستاذ نجيب صاحب الشركة؟ ايوه. انا الملازم اول رؤوف حسني المباحث الجنائية. اهلا وسهلا. عدم المؤاخذة على الدوشة اللي احنا عاملينها في المكتب، بس طبعا سيادتك يهمك ان احنا نرجع الفلوس ونظبط الجانب. يظهر ان الموضوع فيه سوء تفاهم يا حارس الظابط. ازاي؟ لان مفيش حاجة سرقت من الخزنة. لكن دي ظروف غريبة قوي يا استاذ نجيب. اللي حصل يا فندم ان انا اللي اخدت الفلوس بنفسي لان كنت محتاجهم في اسكندرية. درية بتقول انها ادتك المبلغ وسيادتك حطيته في الخزنة ووعدها بخمس دقايق، نزلت تاخد ديزل الساعة 2، خدت المبلغ قبل ما تنزل؟ لا. يعني رجعت تاني خدته؟ ايوه. ما كانش حد موجود في المكتب؟ لا.
معنى كده انك ما لحقتش ديزل الساعه 2؟ مش فاهم. اصل دريه مشيت من المكتب الساعه 3. شيء طبيعي. سيادتك اتصلت بدريه من اسكندريه عشان تقول لها المفاتيح، مش كده؟ ايوه. دريه ما لقتش المفاتيح في المكتب، يبقوا راحوا فين؟ انا لقيتها. فين؟ كنت ناسيها في البيت. استاذ نجيب، انا لو طلبت منك توريني المفاتيح مش هتقدر، لكن انا مش هطلب منك الطلب ده، لان سيادتك تعتبر مجني عليك، ومن حقك تقول ان المبلغ ما ضاعش اصلا، رغم ان احنا عارفين ومتاكدين من حدوث السرقه. لكن من حقي اسالك، ليه بتنكر حدوث السرقه ومصلحه مين؟ من فضلك يا سياده المفتش، السؤال ده مش من حقك. انا اسف لازعاجك. اقدر استاذن؟ طبعا. متشكر. حاجة غريبة، أنا عمري ما شفت حد بيتصرف بالطريقة دي. أكيد في دافع قوي لإنكار السرقة. لكن دول 5000 جنيه. يبقى الدافع لإنكاره أكبر وأهم من 5000 جنيه. يا ترى إيه اللي ممكن يخلي حد يتغاضى عن مبلغ كبير زي ده؟ أي إنسان يا علاء في حد ذاته عالم كامل، له ظروفه وأفكاره وعلاقاته، وعمرك ما هتلاقي واحد يعرف كل حاجه عن واحد غيره مهما كانت الصله بينهم. تقرير المعمل الجنائي يا فندم، الخزنه وباب الشقه اتفتحوا بالمفتاح الاصلي. يعني مش بمفتاح مصطنع؟ لا يا فندم، الصور الميكروسكوبيه ما فيهاش اي اثر لخدش او تجريح. فعلا، حتى المفتاح المصطنع مهما كان متقن بيسيب اثر. وسيادتك شايف ايه؟ ايه رايكم؟ نقفل ملف القضيه؟ لا يا فندم انا مش موافق. وانت يا علاء؟ اللي حصل ده يا فندم جريمه وراها مجرم. العداله بتقول ان احنا نفضل وراها لحد ما نسلمه لها، ومش مهم موافقه المبني عليه، لان ده مش حقه لوحده، ده حق مجتمع بحاله. ده كلام فارغ. ازاي تسمح لنفسك تعملي شرشره سيدي؟ يا فندم انا، انت عرضت سمعه الشركه للخطر، كان لازم تستني لما تاخدي رايي الاول. اقول ايه دلوقتي للعملاء لما يعرفوا ان البوليس كان هنا؟ يا فندم البوليس كان هنا في خدمتنا. والناس هتعرف منين؟ تحب اعمل اعلان في الجرايد؟ انا متاسفه يا فندم، بس انا كان قصدي مصلحه الشركه. بعد غلطه سيدي كان لازم ارفدك، لكن انا مراعي ظروفك، لكن انا بحذرك، دي اخر مره هتغاضى فيها عن اي خطا لكي، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضلي شوف شغلك. ان شاء الله تكوني مبسوطة ومرتاحة. لحد كده مش بطال. صحيح، البني ادم ما يملاش عينه غير التراب. عايزة ايه بعد ده كله؟ الراجل مغرقك فلوس وهدايا، ومن هنا ورايح هيكون زي العجينة في ايدك. عشان تعرف سوزي تبقى ايه؟ بنت الخير والبركة، ده احنا من غيرك ما نسواش حاجة. طب اتفضل قوم اتهوى بقى، احسن زمانه جاي. اتهوى؟ يا سلام، ده انا بموت في الهوى. خالي الجمال، مالك يا حبيبي؟ حصل حاجة؟ حاجات يا سوزي، حاجات كتير. قول يا حبيبي، فضفض لسوزي، قول لها كل اللي تعبه. مش عارف الاقيها منين ولا منين، عايزة مني ايه الدنيا؟ مش عارف. مش كفاية ابني الوحيد طلع فاشل؟ مش كفاية انه ساب البيت ومشي؟ ويعني هيروح فين؟ مصيره يرجع. ايوه يرجع، يرجع علشان يحرق دم زي العادة. انا خلاص خلاص يا سوزي، ما عدتش قادر. ما تحملش همي يا حبيبي، كلهم في السن ده كده. لا لا يا سوزي، انا ما كنتش كده، انا كنت عايش بحساب، اخرج بسبب وارجع في ميعاد. كل وقت وله اذان. صحيح، انا حاسس ان الدنيا بتتغير معايا. فاكره لما سبتك ورحت المكتب لقيت الخزنه مفتوحه ومسروق منها 5000 جنيه؟ يا لهوي، مش ده المهم يا سوزي، المهم ان فيها صورنا مع بعض في لبنان. يا ندمتي، وعرفت مين اللي سرق الخزنه؟
لا. والبوليس معرفش؟ انا قلت لهم ان انا اللي خدت الفلوس. ليه يا نجيب كده؟ ده مبلغ كبير قوي. مش احسن ما التحقيق ياخد مجراه وتنكشف حكايتنا على صفحات الجرايد؟ ويا ترى خايف عليا ولا على نفسك؟ وهتفرق ايه بس؟ تفرق كتير طبعا. حضرتك خايف من الدره المصونه وجوهرها المكنونه. سوزي كده برضه يا سوزي؟ لا اوعى كده، انا مخصماه. يبقى نبحث الموضوع من تاني على ضوء المعلومات اللي حصلتوا عليها. الاول نشوف اللي ممكن نستبعده. دي فكره غير موفقه يا رؤوف. اولا لازم تحصر المشتبه فيهم، وبعدين تبقى تستبعد زي ما انت عايز. انا عاوز ابتدي من المكان اللي ممكن الراجل ينسى فيه مفاتيحه. ده سليم عندك المكتب والبيت وبيت سوز. قصدك اسكندريه بتاعته؟ تمام. لو افترضنا انه لقى المفاتيح في اي مكان من دول، لازم تستبعد لفرض ده، لان الجاني لو رجع المفاتيح يبقى بيقول انا اهو ممكن يرجعهم في اي مكان تاني. لا، افتراض بعيد، لان الجاني اللي يرتكب جريمه زي دي اول حاجه يفكر فيها انه يتخلص من المفاتيح. في ايه يا محاسب؟ ابعد عني، اوعى تلمسني. في ايه بس باهرين؟ انت عارف كويس في ايه، اوعى من سكتي. رايحه فين؟ سايب لك البيت اللي فيه، انا مش ممكن اعيش معاك بعد النهارده. ده انا جوزك يا محاسب وابو ابنك. انت مش نجيب اللي انا اتجوزته، انت شخص اناني باع بيته وسابب له في الشارع وراح يترمي في حضن واحده ما عندهاش ضمير. انت مجنونه. ابقى مجنونه صحيح لو قعدت لك في البيت ده لحظه واحده. تعالي هنا يا حبيب. الكلام ده جبتيه منين؟ جبته منين؟ اسال نفسك. محاسب، مفاتيح المكتب كانت هنا في البيت؟ هو ده اللي همك في الموضوع؟ اتكلمي يا محاسب، اتكلمي، قولي، ما تجننينيش. مش هقولك، بس لازم تعرف ان مفيش حاجة تفضل سر على طول حتى لو كانت في قمقم. التكت تحت يا مدام. نزل الشرطة. أنا جاي أقول الحقيقة. الحقيقة إن الخزنة اتسرقت بمفاتيحك. سيادتك أنكرت لأنك كنت خايف من فتح علاقتك بسوزي. إيه اللي خلاك تعدل عن موقفك وتيجي تقول الحقيقة؟ اللي خايف منه حصل. مراتي سابت البيت النهاردة، وابني كان سايبه قبل كده. إمتى؟ امبارح الظهر خرجت من المكتب على البيت. انت ليش المدرسه؟ اصل ايه؟ اتكلم. طبعا صحيت من النوم متاخر زي عوايدك، كنت سهران في نداهيه. اتكلم. كنت مع فؤاد بنذاكر سوا. بنذاكروا سوا؟ مش فؤاد ده العيد الثانويه العامه زيك؟ والله ما انت فالح. وابقى قابلني لو عتبت الجامعه. في ايه بس يا جماعه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ ابنك يا ستي مش نافع، وادي دقني لفلح. هو احنا ما ناخدش منك غير الزعيق وبس؟ محاسن، انا مش ناقص كلامك. يا نجيب مش كده، بهجت ما عادش صغير، ده بسم الله ما شاء الله بقى راجل، لازم تاخده بالهداوه. والله ما مخسره غير دلعك. ايه؟ يعني نعمل له زي نكر ونكير؟ لازم واحد يشد التاني يتسهل شويه. اسمع بقى يا محاسن، انا مش فاضلكم، انا ورايا شغل. شغلك اهم ولا ابنك؟ هو ده ابن ده ابن ده بلوى. لو كنت عارف انه هيطلع بالشكل ده كنت خنقته وهو في اللفه. ما تعرفش ابنك راح فين؟ لا. استاذ نجيب، انا عاوز اجابه لاهم سؤال. انت نسيت مفاتيحك بالظبط فين؟ انا خرجت من المكتب ورحت على البيت، وبعدين رحت اكتشفت ضياع المفاتيح امتى؟ عند سوزي. حاول تفتكر، المفاتيح كانت معاك ساعة الخناقة مع ابنك؟ مش قادر، مش قادر.
انا تفكيري انشل. طيب يا استاذ نجيب، قول للنقيب علاء اسماء وعناوين اصحاب ابنك اللي يحتمل يكون عندهم. افندم يا ترى بهجت موجود؟ نقول له مين؟ واحد صاحب. ماما ماما انا في عرضك يا ماما، خبيني. مالك يا حبيبي؟ انت كنت فين وجاي منين؟ البوليس يا ماما، البوليس بيدور عليا، كانوا هيمسكوني. ازاي بس يا رؤوف؟ ما تحطش حد على سلم المطبخ كده يطلع منك. اصل ما كنتش متاكد ان انا هلاقيه عند البنت دي. على اي حال بهجت مش هيروح بعيد، هروبه ده بيرمي عليه شك كبير ان هو اللي سرق الخزنه. ما تسبقش الحوادث يا رؤوف، مش محتمل انه هرب لمجرد خوفه من والده؟ ده احتمال بعيد شويه. على اي حال انا بتهيألي عرفت فين الاقي بهجت. توكيل كولومبس للسياحه. مين يا فندم؟ اهلا وسهلا، اي خدمه؟ حاضر يا سياده المفتش. لحظه واحده، سياده مفتش المباحث معاك يا فندم. لا يا بابا انا مش حرامي. امال البوليس بيدور عليك ليه؟ تعال معايا. انت واخد الورق ورايح على فين؟ حواديه البوليس. انت ما عندكش قلب حد يودي ابنه للنار بايديه؟ البوليس هو اللي هيعرف الحقيقه. ابني مش خارج من هنا مهما كانت النتيجه. بهجت لازم يجي معانا. ما تخافش يا بهجت، اسمح لي تقدر تقول لي جبت الفلوس دي منين؟ شعبان عبد ربه خدامه. ها ناوي تعمل ايه؟ على رأي الليل اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. في شارع الهرم برضو؟ ما خلاص بقى، الواحد ما بتعلمش بلاش، دول 7 سنين اشغال مش لعبة. انت موضوع تحت المراقبة، يعني من غروب الشمس تكون في البيت، ما تتحركش منه الا الصبح. مفهوم يا بيه. طبعا انت عارف لو حد جه يتمم عليك وما لقاكش تبقى جنحة ترجعك السجن تاني. عارف. إذا احتجت لأي شيء بقى تعالالي، تأكد مش هنبخل عليك بأي مساعدة تخليك بره السجن. ربنا يكرمك. يخلى سبيله بعد اتخاذ الإجراءات. يا حلمي كده برضه عنايات؟ يا مدبتي مين؟ شعبان يبقى صار ثاني يا أخويا. بعد الشر. ما تأخذنيش. العتب على النظر، الحمد لله على السلامة. خرجت امتى؟ النهارده اول اكشن، قلت اول حاجة اعملها اشقر على الحبايب واطمن على اخبارهم. يا الف مرحب، حاجة ساعة ولا غدا؟ غدا. من عينيا، غالي والطلب رخيص. يا فؤاد، فؤاد. هات واحد غدا هنا. حاضر. امال نجوى فين؟ سابت الشغل يا سيدي. مسكينة البنت دي. مسكينة؟ ده انت اللي على نياتك، دي انفتحت لها طاقة القدر، لو شفتها دلوقتي ما تعرفهاش. وبعدين معاك. اعمل ايه بتوحشيني؟ ما انا وياك اهو. هوحشك امتى؟ في كل رمشة عين يا نجوى. بلاش مبالغة. صدقيني يا نجوى ده اللي انا بشعر بيه فعلا. انت مليتي علي حياتي، خليتي لي هدف اعيش علشانه. طول عمري زي التايه لحد ما شفت عينيكي وعرفت مليون اجابه لسؤال كان محيرني طول عمري. وايه هو السؤال ده؟ انا اتخلقت ليه؟ عشان تعيش معاكي وبيكي وليكي.
صبحي انت ناسي ان النهارده عندك ميعاد مهم ويا دوب تغير هدومك؟ اهو ده عيبك الوحيد يا نجوى، واقعيه زياده عن اللزوم. تعرف يا صبحي انا بدعي ربنا ان احساسك ده يفضل على طول. لو قلتلك طول حياتي هبقى كذاب، لان حبك هيفضل معايا لحد ما اموت. اخفى عليك ما تقولش كده تاني، احسن اخف. انت خطاب عبد الغني؟ مظلوم مشرف سيادتك، احنا ما عملتش اي حاجه. كنت بتعمل ايه قدام السينما امبارح بالليل؟ داخل اتفرج زي ما خليل الله، فيها حاجه دي؟ لا طبعا ما فيهاش لو انت شخص عادي، لكن انت معروف كويس وليك سوابق عدد شعر راسك. شوف يا خطاب، لازم تعرف ان احنا مفتحين عينينا كويس قوي، وانا لو مكانك افتح مخي وادور على شغلانه عشان اكل منها لقمه حلال. ده حفيد وشرف سيادتك، دورت في كل حته. الصبر طيب، انت لسه خارج من 16 سجن وخساره انك ترجع السجن تاني. يعني تقدر بشيء من قوه الاراده انك ترجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه. ايد على ايدك يا سياده الظابط. كلام رجاله؟ كلام رجاله وشرف سيادتك. انا من ناحيتي هعمل شويه اتصالات واحاول الاقي لك شغلانه تكسب، بس لحد ما ده يحصل بلاش تمد ايدك على فلوس حرام. ماشي يا بيه. يخلى سبيله ويعرض علي الملف بعد تمام الاجراءات. وناوي تعمل ايه يا شعبان؟ هشتغل. هتشتغل ايه؟ اي حاجه. هو انت في ايدك صنعه؟ امال يعني ايه؟ انا اشتغلت نجار. نجار؟ فين؟ ورش السجن. حلاوتك وانت طول النهار ماسك المنشار والفاره، ده انت على نيتك قوي. قصدك ايه؟ قصدي يعني انت مش عارف مصلحتك فين. فين؟ عند ربة الصون والعفاف، حرام المهندس اللي قد الدنيا. نجوى؟ ايوه نجوى. مش دي البنت المفعوصة اللي انت عملت منها بني ادمة؟ تقدر تقول لي مين اللي وصلها للامل اللي هي فيها دي؟ مش انت اللي علمتها تتكلم وتتساير وترسم على قد عشنب لحد ما تجيب داغه؟ انت سبب نعمتها يا شعبان. يعني عايزاني اعمل ايه؟ تحله. جايز تقابلني وحش ولا ما تقابلنيش خالص؟ ما كنتش اعرف ان رجاله بتخرج من السجن كتاكيت. اسمع يا شعبان، انت لازم تروح تقابلها بقلب جامد وتطلب منها اللي انت عايزه بالفم المليان. واذا ما رضيتش؟ لا اطمن يا اخ، دي هترضى ورجلها فوق رقبتها، دي روحها في ايدك يا اخ. ازاي؟ الا ازاي، كلمه واحده منك تخلي جوزها يرميها في الشارع. يعني نجوى ممكن تديني فلوس؟ زي ما انت عايز. 100 200 200 جنيه؟ امال ايه؟ ده انت ياما صرفت عليها. ده انا افتح بيهم كشك سجاير وابتدي حياتي من جديد، ابيع واشتري واكسب لقمتي بعرق جبيني. لكن لا يعني ايه؟ انا مش هقدر اروح لها. بلاش تروح لها، انا هجيبها لك لحد عندك. موجودة. نقول لها مين؟ قولي لها نينا. روحي انت يا انصاف. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني موت. اتفضل. بسم الله ما شاء الله، والله صبرتي ونلتي وحياتك عندي. انا طول عمري اقول ان نجوى دي بنت حلال وتسهل كل خير. اهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. ما تاخذنيش، ما كنتش عايزاكي، لكن غصب عني. خير يا ست عنايا؟ اصل شعبان خرج من السجن. امتى؟ اجيلي يومين وعايز يشوفك بفارغ الصبر. يشوفني انا ليه؟ وانا شعرفني ابقي اساليه، ده كان ناوي يجيلك بنفسه، لكن انا قلت له ما يصحش، احسن جوزك يشوفه ولا حاجه تبقى مش لطيفه. هو مستنيك الساعه 5 بعد الظهر. فين؟ هيكون فين يعني؟ عندنا في المحل، هيكون ساعتها فاضي ومفيش خوف.
ازيك يا نجوى؟ الحمد لله. مفيش حمد لله على السلامة؟ دول 7 سنين أشغال يا نجوى. الحمد لله على السلامة. أقدر أعرف عايزني في إيه؟ أصلي مستعجلة. عايز أشوفك. أديك شفتني. وأنت كمان تشوفيني. خلاص بقيت تهمة؟ ما تخافيش محدش هيشوف. اجيب لك ايه؟ شاي؟ كزوزة؟ لا ميرسي ما عنديش وقت. وفرتي. وانت عامل ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفة خالي شغل وصاحب سوابق، مفيش قدامي غير حبايب القدام. وانت يا نجوى اعز الحبايب. استاذ شعبان. استاذ؟ قبل السجن كنت حبيب القلب، وفي السجن كنت نمره، ودلوقتي بقيت استاذ. انت جايبني من اخر الدنيا عشان تتريق؟ لا، عشان عايز فلوس. قول كده. اتفضل. بقول فلوس مش فكة. امال عايز كام؟ 200 جنيه. ايه انت بنيت 200 جنيه؟ مساعدة. اجيب لك منين؟ صرفي، ده احنا عشرة قديمة. كانت غلطة غلطناها سوا، ندفع ثمنها سوا. انت ما دفعتش حاجة. مش كفاية 7 سنين من عمري؟ ذنب بنات الناس اللي غررت بيهم وضيعت مستقبلهم. ضيعت مستقبلهم. طب بص لنفسك كده، اديك اتجوزت مقاول قد الدنيا، معيش في فيلا، اميره وسط خدم وحشة. ما تجيبش سيرته على لسانك. بتحبيه؟ كنت بتحبيني؟ كنت مخدوع. كنت بتجري ورايا وتترمي تحت رجليا. انت مجرم. حلو، اهو كده بقى نعرف نتفاهم. انا اصلا زهقت من الكلام المزور. شوف يا بنت الناس، انا صرفت عليكي قبل ما ادخل لومان، وانت بقى لازم ترد الجنيه. لحد امتى؟ لحد ما تفرج. انت بتحلم. مش خايفة على اللي انت فيه؟ القطة بتاع الزمان فتحت في ايه ده، رجعك عامي اكتر من الاول. اللي تقدر عليه اعمله. لا يا قطة، ما تستعجليش لا تندمي، ده انا لحم مر يا حلوة. انا افضحك انت وجوزك في كل حتة، صورك اللي عندي وزعها في الشوارع زي ورق اللوترية. فظن الباش مقاول بتاعك داخل انتخابات النقابة اليومين دول. جبان. انا جبان؟ وانت انسان رايقة كلك مشاعر. عشان كده لازم تساعديني. نجوى. ايوه. غمض عينيكي. كل سنة وانت طيبة يا روحي، عقبال 100 سنة. فاكرك نسيت. وحد ينسى يوم زي ده برضو؟ انا اتولدت يوم معرفتك، قبل كده ما كنتش عايشة. ربنا يخليك لي يا صبحي. السيدة المصونة والجوهرة المكنونة نجوى، سانتظرك باكر الساعة 5 في نفس المكان. احضري معاكي المبلغ المطلوب. طبقي الورق وحطيها في ظرف ووديهولها البيت. وبعدين؟ هتيجي الساعة 5. وان ما جاتش؟ ما جاتش يبقى ذنبها على جنبها. حلاوتك اهو انت دلوقتي بس الشعبان بتاع زمان. الست نجوى موجودة؟ لا يا فندم، خرجت مع البيه. طب خدي الجواب ده لما تيجي بقدمهولها. الو، من
من فضلك تكلم الاستاذ احمد فتح الله. طب لو سمحت لما يرجع قول له نقيب علاء اتصل بيه وخليه يكلمني اما في المكتب اما في البيت. شكرا. مين احمد فتح الله ده؟ ده واحد صاحبي عنده مصنع ملابس جاهزه. ايه ناوي تغير الترزي بتاعك؟ لا يا فندم، انا اصلا عملت اتفاق شرف مع واحد نشال اسمه خطاب. انا هلاقي له شغله وهو هيتوب عن النشل. وانت ناوي تنفذ الاتفاق؟ عشان هو كمان ينفذ الاتفاق. خطاب ده جديد في الكار؟ لا سوابق. الحقيقه ان الجزء الخاص بيك سهل، مش هيكلفك غير مكالمه تليفونيه او بالكتير زياره لصاحب العمل. لكن بالنسبه لخطاب المشكله عويصه. ازاي يا فندم؟ المساله مش سهله زي ما انت فاكر. السرقه دي بالنسبه له ليها دوافع نفسيه بتبقى متسلطه عليه، يعني زي ما تقول نوع من الادمان. وعلشان خطاب يتوب عن السرقه لازم التوبه تكون نابعه من قلبه من جواه مش من اي ظروف خارجيه. على اي حال يا فندم اهي تجربه. والتجربه اكيد بتفيد، عمرها ما تضر. الجواب ده عشانك يا نجوى. مين اللي جاب؟ علمك خير يا نجوى؟ في ايه؟ ابدا مفيش، ده جواب من واحده قريتي كانت عايزه. انا ما سالتكيش الجواب في ايه، ده شيء يخصك انت. ده شيء طبيعي انك تعرف اللي فيه. لا يا روحي، عارفه ليه؟ لان واثق فيكي وفي حبك ليا، وده في حد ذاته كفايه عليا. صبحي. عيون صبحي. انا كنت عايز اطلب منك حاجه. اموري. انا عايزه فلوس. كان يا روحي؟ هو مبلغ مش صغير. ايه 100؟ لا 200 جنيه. اصل كنت عايزاهم علشان. نجوى برضه ما سالتكيش انت عاوزاهم ليه؟ برضه ده شيء يخصك انت. بس المبلغ اللي معايا النهارده ما يكملش، ممكن ابعتهم مع حد اول ما اروح المكتب الصبح. صباح الخير يا انصاف. صباح الورد والفل يا استهانه. اللي بيخرج من الصبح استهانه. حد اتكلم في التليفون؟ صبح ليه بعت الظرف ده للهانم؟ في ايه يا انصاف؟ البيه بعت الظرف ده لحضرتك. علاء بيه اللي عاوزني. طبعا عبد الجلال عاوز ايه بسيادتك يا فندم؟ عن اذنك يا فندم. طب مش ده حصل التجارب بتاعك؟ ايوه يا فندم. طب ما تقابله هنا علشان نخوض التجربه شركه. هاتوا هنا يا فوزي. حاضر يا فندم. طب انت لسه فاكر اتفقنا؟ امال يا بيه. وانا كمان فاكر. خد الكارت ده هتقابل بيه الاستاذ احمد فتح الله، انا اتفقت معاه على كل حاجه. ربنا يعمل بيتك ويخليك لاولادك. المهم انك انت تطور رقبتي، الراجل طبعا قبل يشغلك على ضمانتي. مفهوم. مش عايز اشوفك تاني ابدا الا في الخير. مع السلامه يا خطاب. سيادتك فكرك ايه؟ استنى لما التجربه تستوي. انا عايز اعرف راي سيادتك. رايي اذا ما كانش خطاب ده بيدعي التوبه يبقى يجي منه. خلي بالك يا انصاف، اذا البيت سأل انا مش هتاخر، يا دوب نص ساعه. حاضر. الحمد لله على السلامه. الناس الكمل مواعيدهم دايما بريفيتس. يا ترى جبت اللي اتفقنا عليه؟ احنا ما اتفقناش على حاجه. هو عمرنا ما هنتفق. عدم المؤاخذه، جبت اللي طلبته منك؟ ايوه. ما تهرش المال، مستنيه ايه؟ مش هما تجيب الصور الاول؟ اما مالكيش حق. بتخونينا يا نجوى؟ هو انا وش ذلك؟ ده انا شعبان. من فضلك هات الصور الاول. بس كده؟ من عينيا الجوز. هات الصور يا ست. يكون في علمك دي اخر مرة هجيب لك فيها فلوس. هو احنا لسه شفنا حاجة؟ لايميني الاول على 200 جنيه وبعد كده اقول اللي في عيني. شعبان اللي اوله شرط اخره نور. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل. الفلوس راحت فين؟ لا يا اختي.
السهم كان في الشنطه. انا حطب ايدي على بابا ولا على بابا؟ هات الصورة اهي. صدقني يا شحبان، انا جبت لك الفلوس زي ما اتفقنا. هات الصورة بقول لك. لا هات الصورة. لا هات الصورة. مش ممكن، مش ممكن اديك السلاح اللي تقتلني بيه. انصار. نعم. هي قالت لك هتأخر؟ لا، قالت مشوار الشغل بتاع نص ساعة. الساعة بقت 10. ايه اللي أخرها لحد دلوقتي؟ اللي غايب حجته معايا. أنا قلقان أوي. ربنا يجيب العواقب سليمة. استني أنت. ألو. أيوة يا فندم، أنا اللي بتكلم. إيه؟ إزاي؟ وليه؟ زوجي الحبيب صبحي سامحني، الظروف اقوى مني، فضلت انتحر لكي يعيش حبنا. زوجتك المخلصة نجوى. مستحيل اصدق انها تعمل كده. انا وهي بنحب بعض وعايشين في منتهى السعادة، لانه ضحيت بعيلتي كلها علشانها. يعني قصدك انه ايوه يا سيادة المفتش، نجوى مراتي ماتت مقتولة. استاذ صبحي، بلاغ العثور عليها جه بعد ما صدمها قطر الصعيد في الجيزة، والجواب ده لقيناه في شنطتها. نجوى ما كتبتش الجواب ده، ده مش خطها. مراتي ماتت مقتولة ولازم تجيبوه للقاتل، لازم تجيبوه. استاذ صبحي، تأكد لو زوجتك ماتت مقتولة هنجيب القاتل. تتهم حد معين بقتلها؟ مش عارف بالظبط. يعني كان في حد بينه وبينها عداوة؟ ما اقدرش اقول عداوة. امال ايه؟ العيلة كلها كانت واخدة موقف من جوازها. تعتقد المسألة توصل لحد القتل؟ ما اظنش. من ناحيتها هي ما تعرف لهاش اعداء خصوم؟ الحقيقه انا ما اعرفش عن ظروفها كتير وما حاولتش اعرف. ايه السبب؟ لاني مؤمن ان الانسان ابن ظروفه. الماضي ما كانش يهمني، انا كنت عايش معاها القدر وبتبني سوى المستقبل. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ايه؟ بيقول ان الوفاة حصلت قبل حادثة القطر بساعات. وايه السبب؟ سبب الوفاة الخنق باليد. شفت يا سيادة المفتش؟ صدقتني؟ نجوى مش ممكن تنتحر، مش ممكن تسيبنا بارادتها. في حد قتلها وقتل السعادة في قلبي. لازم تجيبوه، لازم تنتقمولي منه. يا ريح طب، ما رحتش تستلم شغلك ليه؟ مش هستلم الشغل خالص. غريبة، ايه اللي مضايقك بس؟ في حد من الرجاله بتوعنا اتعرض لك؟ يا ريت، كان اهون عليا 100 مره. الله، امال ايه اللي حصل؟ اتكلم. انا ما استاهلش عفوك. يا ريتك ما خليت سبيل يومها، يا ريت كنت طصيت ترباي ولا رحت تتضايق. ليه بس هتقول على نفسك كده؟ عشان استاهل اكتر من كده. اتكلم يا خطاب، عملت ايه بالظبط؟ حضرتك عارف الست دي؟ ايوه، دي الست اللي انتحرت وجوزها مصمم انها اتقتلت، وهو مخصص مكافأة كبيرة للي يدلي بمعلومات ترشده عن القاتل. لكن انت مالك ومالك؟ انا المجرم الحقيقي، انا اللي قتلتها بايدي.